يعني في عنا أطفال صغار، في منهم يعني عم بصيروا راسنا عم بنقطعوا، إيدين مثلا إجرهم، فهمتوا شلون؟ ونحن يعني تنزيح لأيمت رح نصير تنزيح؟ شباب الأكراد بشكل عام، الأكراد كلهم يعني ضحكي على أكراد رجافة، يعني هن تعبوا هلكوا، ما عاد فيهم حيل. يعني هلا في عنا أطفال بريئين ما لهم ذنب،